إخواني أسألكم، أنا على يقين أنكم تعرفون أناسا بالضبط بعكس هذا الوضع، يعني إصرار على الدين ما عنده، عادي القضية توصل للدين عادية مو مشكلة كيفما كان، إصرار في الدعاء ما عنده، في الدعاء إصرار ما عنده، مرة يدعو قليل الدعاء، بعض الناس قليل الدعاء، تعرفون هكذا شخصنا حتما، للأسف أقول كثير من الناس، لا أقول أكثر الناس، كثير من الناس هكذا، إصرار في الدين ما عنده، إصرار في الدعاء ما عنده، بالعكس إصرار على الذنوب حدث ولا حرج، لا إصرار على ذنب واحد، إصرار على ذنوب، إصرار على القضايا الدنيوية، يعني ينزل كل شيء، يصعد كل شيء لأجل تحقيق ما يريد، يصل إلى الطلاق 30 سنة 40 سنة 50 سنة هو يعيش مع زوجته لأجل قضية تافهة، لأجل إصرار في قضية دنيوية تافهة يطلق زوجته، يعني ينهي حياته من 30 سنة من 40 سنة، عشرة عيشة من 30 40 سنة 50 سنة، بالسبعينات يطلق، بالثمانينات بعضهم يطلق، على ماذا؟ على قضية دنيوية، على قضية دينية لا بأس، لا على تافهة دنيوية، أنا قلت هكذا هي قالت لا، يعني بالضبط بعض الناس بالعكس يمشون، لا إصرار على الدين، لا إصرار في الدعاء، إصرار على الذنوب، إصرار في القضايا الدنيوية، ولم يصروا من صفات المتقين، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.